السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كنظن أنكم تعودتوا تسمعوا مني هاد الجملة في التقديم، ونتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. اليوم غادي نقدم لكم تشيز كيك كيجي رائع بزاف ولذيذ. ندوزو المكونات. هنا غادي نبداو بالمكونات ديال الجنواز. غادي نحتاجو فيها جوج الكيسان ديال الدقيق، نص كاس سنيدة، جوج البيضات، دو ساشي خميرة، واحد ساشي فاني. وغادي نحتاجو الزبدة. هنا عندنا كمية زايدة ديال الزبدة. هنا كاين 3 مغسو ديال الزبدة، انا غادي نحتاج 2 مغسو كبار ديال الزبدة. المغسو الثالث غادي نستعملو في الكريم. وهنا عندي كيف كتشوفوا الصودا، عندي شوية بستونيك غنحتاجو منها 4 كاس. وبالنسبة للكريم غادي نحتاج الجبن الكريمي. هنا عندي